آله تم تقديم بعض العروض التي تعكس جزءاً من الثقافة المغربية وارتباطها بمحيط الإفريقي، وذلك بحضور رئيس الكونفدرالية الإفريقية عيسى حياتو مرفوقاً برئيس الجامعة الملكية المغربية علي الفاس الفيري وعدد كبير من كبار قادة الكونفدرالية الإفريقية. يتم بعدها الانطلاق الرسمي للدورة من خلال كلمة الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة السيد كريم العكاري.